ونعمل نستمر بإذن الله حنحقق اللي نبغاه. الهلال دائما المدرب هو العامل الأكثر تأثيرا في نجاح الفريق من عدمه. متى وجد مدرب يجيد توظيف اللاعبين يتعامل مع اللاعب الأكثر جاهزية ويعطيه حقه في الميدان وأيضا يجيد التبديلات ويتعامل بشكل إيجابي مع المواهب ومع اللاعبين على دكة البدلاء، والدليل هذا الموسم تحديدا الفوارق التي كانت بين جارديم ودياز. زاد في ذلك إدارة الهلال تعاقدت مع نجوم محليين دوليين في الفترة الشتوية فأصبحت الخيارات أكثر أمام دياز وبالتالي زاد التنافس بين اللاعبين. اليوم الهلال يزداد قوة بسبب هذه العوامل التي ذكرتها، رغم أنه مر بظروف عصيبة، إصابات قوية جدا وغيابات وأيضا لعب بطولات ومباريات كثيرة. فاز على المتصدر الاتحاد ذهابا وإيابا في الأمتار الأخيرة، أثبت أنه فارس السبق. أيضا الهلال افتقد أكثر من 11 لاعب بسبب الإصابة إلى نهاية الموسم، ورغم ذلك يملك دكة بدلاء متميزة وما خولته من المضي قدما في نحو اللقب. وأيضا لا ننسى أن لاعبة الهلال ما يقارب من 7 أو 8 لاعبين يلعبون مع المنتخب وبدون إجازات، ورغم ذلك الهلال عرف كيف الجهاز الفني يكيف اللاعبين ويضعهم في 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 منصة البطولة. لأنه شوف اللي قاعدين يعطوه للنادي والجماهيرهم قاعدين يقدموا مستويات مستحيلة، ما لكم عذر، لا تقول والله احنا تعبانين، ترى سالم وسلمان وحتى لاعبين الاحتياط مصعب اللي موجود والدوسري كلهم قاعدين ما شاء الله يعطوا على اكمل وجه، ما لكم عذر، قاعدين يموتوا الناس في الملعب. الهلال اللي لو ما اخذ الدوري يستاهلوا نوقف لهم ونصفق لهم على اللي قدموه. انهم دخلوا المسابقات المحليه بكل قوه، ومن ثم تداخلوا المسابقات المرهق للمنتخب وللهلال بتصفيات كاس العالم وايضا كاس اسيا للانديه، ارهاق وتداخل مسابقات كبير لم يشفع للاعبي الهلال عند جماهيرهم بأن يكتفوا بمثل هذا أو يجدوا لهم المبررات، بل أنه دائما أثبت الهلال مقولة بأنه لا يكتفي فقط بتحقيق البطولات ولكنه يجعل لها سيناريو مختلف، يجعل هذا الهلال مختلف عن البقية ومتميز عن الجميع. احنا ما ندري هل بعد التوقف هذا هل بترجع الإصابات، هل الأمور بتستمر كما كانت عليه قبل التوقف، لكن الظاهر أنه في الهلال يعني حتى ما شاء الله تبارك الله البدلاء عندهم في كامل جاهزيتهم، فبنسبة كبيرة صراحة بكل أمانة الهلال بنسبة كبيرة أقرب للدوري الآن بإذن الله. مفروض ما نفقد ولا نقطة في قادم الأيام، وبإذن الله أنهم وعدونا بهذا الشيء، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. عيسى، يعني خليني نقول لك أبو كرم، بالنسبة لو تعطيني 10 ثواني بالنسبة إلى المدربين، المدربين أبو كرم في والله ما عندي وقت، بدك أنت 10 ثواني تبعك نص دقيقة على السريع لو سمحت لي يا عيسى. رزفان ودياز في إقالتهما هناك اختلاف، بالنسبة للآخرين ليس هناك اختلاف بالنسبة إلى إقالة المدربين. أما بالنسبة إلى الهلال، ضيوفك الكرام تحدثوا عن الكثير، عن تداخل البطولات، عن الإصابات، عن الغيابات، ولكن في النهاية الهلال يمتلك شخصية بطل، عندما يصل عند المحك بالنسبة إلى البطولة صعب جدا أن يفرط في اللقب. وأنا أعتقد أنه الآن كنا نقول الاتحاد، الآن نقول لك الهلال. اسمح شخصية البطل لحالة بتكفي دكتور؟ لا ما تكفي طبعا. يعني احنا خلينا نكون واقعيين، مو فقط الشخصيه، طريقه اللعب والاداء واللاعبين زائدا مرات الحظ يلعب دوره، لان فرق الخصم يمكن عندهم مشاكل وبالتالي هاي كره قدم. اي هي انت لما تسجل عم تستثمر اخطاء الاخرين طبعاً. يعني صح ولا لا؟ صحيح. يعني انا اقول على طول انه هلا الواحد بيقول لك ياكل بايده، اي يعني لا أي. مو بس ياكل، انه متى مرات البطولة مو تتأخذها هو يعطيك إياها. ما اختلفنا يعني ما اختلف، إيبار خسر بس أنت عم تلعب موسم طويل طبعا. يعني اليوم أنت مان سيتي لعبان كم مباراة لحتى وصلت للمباراة أستون فيلا، بس أنت وولفرهامبتون ما عم بيعد نطر لحتى يفوز على ليفربول، فاز 3 وخلص، كم أخذ الدوري مشي صح؟ طيب منروح لفاصل أخير من الإعلان وبعده